مساء الخير، اهلا بقراءة دوت مصر. معاكم شيرين هنيد، اخصائيه نفسيه. النهارده هنتكلم في موضوع المذاكره للطفل. الطفل ساعات عمليه المذاكره دي بتكون عمليه موتره جدا للاب والام، وان هم عايزين ان هو طفلهم او طفلتهم يكونوا بيذاكروا كويس وبيعملوا الواجب اللي بيعملوه كل يوم علشان خاطر ما يحصل لهمش مشكله تاني يوم. الموضوع المذاكره ده بياخد وقت طويل جدا من الاب والام، وساعات بتبقى بموضوع موتر جدا، ويعني بيسبب مشاكل بين الام وابنها او بين الام وبنتها. ازاي اعرف ان الطفل محتاج مساعده في المذاكره او هو مش محتاج؟ حسب سن الطفل. الطفل الصغير مثلا اللي عنده 5-6 سنين اكيد محتاج مساعده مثلا من الام والاب ان هما يوروه مثلا نطق الحروف بشكل سليم، او ان هم يسمعوا له او كذا. لما الطفل بيكبر شويه طبعا اعتماده على نفسه بيبقى اكبر، وتدخل الاب والام ساعتها بيكون اقل. اتدخل امتى؟ لما طفلي مثلا يكون مثلا عنده 10-11 سنه في ابتدائي مثلا. اتدخل لما احس ان هو مثلا مش فاهم حاجه، او ان هو بيضيع وقت كتير في المذاكره، او هو مش عارف ينظم وقته صح. فساعتها ان انا اوجه طفلي بصبر وبهدوء، واعلمه ازاي ينظم وقته، وازاي مثلا يحط لو هو مثلا في حاجه المفروض ان هو يبتدي يحط اولويات للمواضيع اللي هو عايز يذاكر فيها، كمثلا يبتدي مثلا بالحساب وبعدين مثلا الجغرافيا او العكس مثلا، وان هو يتعلم ان هو يدي كل حاجه حقها، وما حاولش ان انا اخليه يقعد على المذاكره وقت طويل، لان ده حسب سنه. الاطفال في السن ده مثلا في سن 10-11 سنه ما بيقدروش يركزوا مثلا اكتر من نص ساعه، فلازم اعرف ان هو مش هيقدر يركز اكتر من نص ساعه، فابتدي اقسم وقته او اساعده ان هو يقسم وقته بحيث ان هو يمسك حاجه معينه يخلصها كويس قوي في نص في المده دي، وبعد كده ياخد راحه مثلا 5 دقائق، وبعد كده ان هو يبتدي يذاكر في حاجه تانية او يكمل المذاكره في حاجه تانية لها علاقه بالحاجه اللي كان بيذاكرها الاول. المكان لازم يكون هادي مشجع على المذاكره. يفضل ان هو ما يكونش مكان بينام فيه الطفل، ان هو هيحس ان هو عايز ينام باستمرار، وده نوع من انواع الهروب. فاحطه في مكان هادي بعيد عن الصوت، بعيد عن التلفزيون، واسمح له ان هو مثلا انت تقدر تلعب في تليفونك، او ان انت تقدر تلعب لعبه معينه بس لما تخلص الجزء ده. فيبتدي يتعلم ينظم وقته ازاي، ويعرف ان الوقت المذاكره ده وقت جد يركز فيه، عشان بعد كده يقدر يلعب براحته، وان هو ما يكونش عنده احساس بالذنب او بالتقصير.